كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم إن شاء الله، ونشوفكم السنة الجاية والسنة اللي بعدها أحسن وأحسن، ومعاكم بيتكوين أكتر وأكتر. كل سنة وانتم طيبين. Welcome ladies and gentlemen، أهلا بكم في القناة، أهلا بكم في حلقة النهاردة، معاكم دكتور البيتكوين. يا جماعة ما تخافوش، اتفرجوا على حلقة النهاردة. هنشوف طبعا في حلقة النهاردة ايه المذبحة اللي حصلة بالنسبة للبيتكوين، ومش بس البيتكوين، كل العملات الافتراضية، ومش بس كل العملات الافتراضية، معظم الاسهم ومعظم البورصة والذهب والفضة والمعادن، everything is down. حتى في ناس في ناس بتقول ان احنا داخلين في فترة زي بالضبط وقعة الكورونا، اللي هو اللي كانوا بيسموها بلاك سوان، البجعة السوداء، event، حدث كده بيحصل في التاريخ كل فترة بيوقع كل حاجة الماركت، حتى البترول كان نازل بالسالب أياميها. Make sure ان انت تتفرج على حلقة النهاردة، حلقة النهاردة دسمة جدا، عندنا كمية اخبار جبارة، وفي نفس الوقت عندنا charts هنتفرج عليها زي ما انتوا شايفين، هنتكلم على العملة بتاعتنا اللي احنا عاملينها بالويب سايت بتاعها، هنتكلم على 2 charts مهمين جدا، هنشوف التريد بتاعي، وفي الاخر ان شاء الله هنعمل التكنيكال اناليسز بتاعنا. وطبعا من غير تضييع وقت زي ما تعودنا في كل حلقاتنا، لو انت مش عامل لايك وسبسكرايب، سبسكرايب للقناة، ان شاء الله القناة دي هتكبر وهتفيد كل الناس، عشان ما يضحكش عليك لما تخش سوق وعالم، لما تخش عالم او سوق العملات الافتراضية. زي ما تعودنا في كل حلقاتنا، يلا نبتدي حلقة رقم 23، a very special episode. Welcome ladies and gentlemen للقناة، لو انت مش عامل سبسكريبشن اعمل سبسكريبشن، ودوز علامة الجرس عشان كل ما ننزل فيديو في الفترة المهمة دي ما تروحش عليك الفيديوهات بتاعتنا، لان الفيديوهات بتاعتنا مهمة. السوق احمر، مش هضيع وقت في موضوع ان السوق احمر ده، انتوا طبعا شايفين ان السوق احمر، واي حد بيخش على الويب سايت ده بيشوف انه السوق احمر. يا جماعة اول خبر عندنا النهاردة، A huge investment corporation زودت فلوسها 300% من ابريل. يا جماعة الحيتان بيشتروا دلوقتي، الناس الذكية بتشتري دلوقتي، هنشوف في الشارت وهنشوف في اخر الفيديو انه بيتكوين فعلا فعلا متعلق على شعرة، هنشوف السعر اللي بيتكوين لو نزل عنه هنشوف very very big downtrend، ويمكن الداونتريند ده كمان يطول معانا فترة. اول كوبريشن اشترت بيتكوين، نفس الكوبريشن، this guy Rothschild whatever، اشترى ايثيريوم، اشترى ايثيريوم ب 2 مليون دولار، لا سوري 2834 ايثيريوم اشتراهم، وزود راس ماله ب 300% بيتكوين. الويلز بيشتروا دلوقتي، الاذكياء بيشتروا دلوقتي، الناس اللي مش فاهمه، النوبيز الجداد، هم اللي بيقفلوا محافظهم دلوقتي، هم اللي بيبيعوا في الوقت ده. يا جماعة حط دايما في دماغك مفيش يكفي، بيتكوين اللي موجود مش هيكفي. بيتكوين ويلز grabbing the dip، معقولة بيتكوين ينزل ل 30,000 و29,000 و28,000 وما تشتريش؟ انا اشتريت امبارح لما كانت ب 30,000، والناس ممكن تقول انت ما شاء الله معاك فلوس وبتشتري. نو انا امبارح حطيت مبلغ صغير قوي، بس يعني فكر فيها، انت لما بتشتري في الدب انت بتشتري كمية اكبر من البيتكوين. البيتكوين لما كان ب 65,000 دولار واشتريت انت ب 100 دولار اخدت شوية صغيرين جدا بيتكوين، انما لما تشتري ب 20 اخدت كمية اكبر جدا من البيتكوين، يعني في المستقبل الكمية الكبيرة دي هتزود فلوسك اكتر بكتير. الحيتان يا جماعة بيشتروا دلوقتي، شوفوا الشارت، عامل لكم زوم، انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اسرع في الفيديو ده، لانه انا لعلمكم بتضايق لما الفيديو بيعدي 30 دقيقه و25، انا نفسي الفيديو بتاعي يبقى 10 دقائق 12 دقيقه، انما للاسف بيبقى فيه كلام كتير قوي لازم نقوله. شايفين الشماعات الحمراء دي؟ شايفين ابتدوا يشتروا امتى؟ شايفين مع اول وقعه احنا وقعناها كميه الشراء بتاعت الحيتان زادت ازاي، وبعدين فضل يقع وفضل يترقص على ال 30 وال 28، شايفين الشمع بتاع الشراء زاد ازاي؟ شايفين هم ما بيشتروش هنا ازاي؟ دي تشارت للمحافظ بتاعت الحيتان، الناس اللي بتشتري كتير،
الناس اللي مليونيرات اللي ابتدوا صغيرين على فكرة، هم ما ابتدوش بمليونيرات، لا هم ابتدوا صغيرين. بيتكوين لو كان بدولار وانت حطيت فيه اياميها 10,000 دولار، شوف معاك كام النهاردة، معاك 10,000 بيتكوين. ميزانية دول، في دول ما عندهاش 10,000 بيتكوين، فالناس دي ابتدت تشتري دلوقتي. ده الحيتان بيضحكوا عليكم اخبار سيئة زي ده. الـ AU plans to ban anonymous cryptocurrency wallets. يعني ايه ميزة البيتكوين وميزة العملات الافتراضية؟ ان هي في شفافية بالنسبة للنتورك بتاعتها، بنشوف الفلوس دي طالعة من فين ورايحة لفين ورايحة من عند مين، والمحفظة دي فيها كام والمحفظة دي ما فيهاش كام، والكلام ده كله بشفافية. انما من غير صحاب، احنا ما نعرفش مين صاحب المحفظة دي ومين صاحب المحفظة دي. فالـ AU أوروبا يعني عايزين يلغوا موضوع الانونيموس والت، يعني محفظة الفلانية بتاعت فلان الفلاني بالاي دي جوفرمنت بتاعه الفلاني بعنوانه الفلاني. طبعا ده عمره ما هيحصل، لانه بيتكوين از ا فيروس، مش هيقدروا يعملوا عليه كنترول. وهم ايش عرفهم ان انا مش منزل ابلكيشن؟ ايش عرفهم ال 12 كلمة ريكفري سيت دي احطها في اي محفظة؟ يا جماعة ده في ناس بتعمل محافظ ورق، ورقة كده محفوظ محطوط عليها الباركود وبيطبقها وبينساها. هيجيبوا الورقة دي ازاي عشان يثبتوا انه دي بتاعت فلان؟ ده طبعا خبر فير، خبر تخويف عشان يخوفوا الناس، مش اكتر ولا اقل. وبالتالي حصل رد فعل جبار بالنسبة للخبر ده، هنشوفه في الفيديو اهو. ده عدد المحافظ اللي بتتفتح كل يوم او كل شهر. فاحنا شوفوا من اول ما وصلنا ل 65,000 الاول تايم هاي، كان في 1,360,000 محفظة موجود فيها رصيد مفتوحة. شايفين العدد بينزل قد ايه؟ المحافظ عمالة تتقفل 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 تتقفل، يخوفوا الناس. دلوقتي عدد المحافظ، او مش دلوقتي، ده يوم 27/6، عدد المحافظ نزل لنص مليون محفظة من 1,300,000. احنا دلوقتي كام؟ احنا دلوقتي 800,000 محفظة. شايفين ليه المحافظ دي بتتقفل؟ في ناس باعت، في ناس باعت. مين الناس اللي باعوا؟ ممكن يكون واحد كان دخل هنا، ممكن يكون كان واحد دخل هنا، واحد دخل هنا، واحد دخل هنا، وهكذا. واحد دخل في ايام الكورونا لما كان ب 5,000 وب 4,000 وب 3,000 دولار وباع قفل محفظته، ايه المشكله؟ وبعدين مش شرط، ممكن تكون الفلوس دي اتشالت من محفظه اتحطت في محافظ تانية، اتحطت في اكستشينجز، مش شرط ان هو يكون باع. ممكن يكون حاطهم في كولد والت، كولد والت محفظه بارده مش موجوده على النت. في اسباب كتير قوي، انما بوجه عام ايوه في ناس كتير باعت. انا متوقع ان دي الناس الجديده اللي دخلت من 6 اشهر او دخلت من 8 اشهر او دخلت، يعني الناس اللي دخلت من سنه برضو ممكن نديها شويه احترام، لان هم شافوا برضو بلاوي في السنه دي، فاكيد بقى عندهم خبره. هو ده الناس، هو ده اللي احنا بنقوله. ادي خبر تاني اهو، محفظه واحده بس ما اتحركتش من 2018، من 2018 المحفظه دي ما اتحركتش، اشترت من اسبوع ب 841 مليون دولار. اشترت بيتكوين، اشتريته بكام يا جماعه؟ اشتريته ب 30,000 دولار. يعني ده واحد او محفظه او شركه الله اعلم فاهمه كويس قوي هي بتعمل ايه. المحفظه دي فيها فلوس من 2018 ما اتحركتش، واشترت ب 841 مليون دولار في الاسبوع اللي فات لما كان بيتكوين ب 30,000 دولار. طيب بيتكوين is not in a bear market. بيتكوين يا جماعة لسه ما دخلش bear market، احنا مش في bear market. وانا ده رأيي الشخصي برضو، وقلت لكم في الفيديو اللي فات، اللي ما اتفرجش على الفيديو اللي فات يتفرج على الفيديو اللي فات، قلت لكم ان احنا اصلا كمان ما ابتديناش البول ماركت، احنا لسه ما ابتديناش البول ماركت. يا جماعة نصيحة، نصيحة طبعا، انا مش المفروض اقول لك تعمل ايه بفلوسك، ومش المفروض انصحك انت تشتري ايه وما تشتريش ايه، انت المفروض تشتري بناء عن رأيك الشخصي. ممكن انا اقنعك، بس لازم يبقى عندك اساس كويس، لازم تعمل ابحاث، لازم تقرأ، لازم تستفسر قبل ما تحط فلوسك اللي انت تعبان فيها في اي حاجة. انما يا جماعة انا بنصحكم، 28,000 بيتكوين، 25,000 بيتكوين، 20,000 بيتكوين، 21,000 بيتكوين، اوعوا تفوتوا الفرصة دي، واتصلوا بيا او اكتبولي في الكومنت سيشن تحت بعد سنة سنتين
المبلغ اللي انتوا حطيتوه لما اشتريتوا بيتكوين ب20,000 او ب21,000 او 28,000 او يمكن ما ننزلش، يمكن خلاص هي دي 30,000 ونبتدي نطلع من هنا، الله اعلم. المبلغ اللي انت هتشتريه في الفترة اللي جاية دي، الاسبوع الاسبوعين، كلمني بعد سنة سنتين قول لي بقوا كام. اوكي، فدي تشارت انا مش هضيع وقت في تفاصيل، انما دي واحدة من التشارتس اللي بتثبت بتقول ان احنا لسه ما ابتديناش، احنا لسه ما دخلناش بير ماركت. alright 100 بليون outflow of crypto market in 2 days، في 100 بليون دولار طلعوا من السوق كله في يومين. دي حاجة تخوف اي واحد مبتدئ، وحاجة تبسط اي واحد investment. انا كنت مبسوط امبارح لما لقيت بيتكوين نزل ل$30,000 واشتريت. اي نعم انا لما النهارده صحيت قلت لقيته ب29، قلت اي لو كنت استنيت النهارده، انما ال$1,000 ده مش هيفرق معايا كمان 6 اشهر، مش هيفرق معايا كمان 8 اشهر. اوكي، فيا جماعه ما يضحكوش عليكم، انا ما زلت بكرر كلامي، ما يضحكوش عليكم، ما يخليكوش تبيعوا البيتكوين، مش هتعرفوا تشتروه تاني. لو البنوك قفلت الكريدت كاردز ان انت تشتري هتجيبه ازاي؟ لو البنوك توقفت التعامل مع البيتكوين هتشتريه منين؟ هيبقى شراء صعب في المستقبل، مش هتلاقوه، هتتبطروا وهتتمنظروا عليه دلوقتي، انما في المستقبل هتقولوا يا ريتنا اشترينا، يا ريتنا حطينا ان شاء الله $1,000. يا سيدي حط $1,000 وانساها، حط $100 وانساها، ونشوف مع الزمن. It's never too late مع بيتكوين. It's never too late مع بيتكوين. ف 100 بليون دولار طلعوا من الماركت في يومين، وعلى فكره مش الماركت بس، بل بالعكس كل السوق، كل الاسهم كلها بالماينس امبارح والنهارده. عشان كده بيقولوا ان غالبا ده بلاك سوان ايفنت. ماستر كارد هتفتح مشروع ان انت تقدر تحول العملات الافتراضيه بتاعتك لحسابك في البنك، شركه ماستر كارد بتاعت الكرود، فيزا وماستر كارد. يا جماعه الناس دي ممكن يفتحوا المشاريع دي وهم عارفين ان بيتكوين ده هيقع وهينزل وهيقع لصفر وخلاص انتهى، وهيعملوا عليه ضرائب وبيتكوين مات، وهيقفلوا المحافظ، لازم يبقى كل واحد عارف مهما عملوا لا مفر، لانه كل يوم ناس بتكتشف، وكل يوم ناس بتفوق، وكل يوم ناس بتعرف انه السيستم اللي احنا فيه ده غلط، وانه ده هو المستقبل، ده السيستم الجديد، وده السيستم اللي هيمشي. انت تقدر تعيش 24 ساعة من غير الانترنت، تقدر تعيش 24 ساعة من غير الانترنت. So ماستر كارد بتفتح مشاريع، 70% من الانستيتيوشنال انفسترز هيستثمروا في العملات الافتراضية، 70% من الشركات الانستيتيوشنال انفسترز دول لما بيشتروا بالبليونز، بي مش ام، بالمليون، بالمليونز، ما بيخشش يشتري بمليون، 2 مليون، 20 مليون، لا لا لا، بيخش يشتري 2 3 بليونز. ف 70% من الشركات لما عملوا اساي قالوا لهم يس احنا غالبا هنشتري عملات افتراضية في المستقبل، 70% من الشركات. اوكي، ده بالنسبة للاخبار بتاعت النهاردة. للأسف عشان الفيديو ما يطولش، انا مش هخش في العملة بتاعتنا اللي هي غالاكوين، هعمل لها فيديو لوحدها عشان لو انت عايز تتفرج على الفيديو ده تتفرج عليه. ودلوقتي بما ان احنا خلصنا الاخبار هنبتدي نخش في التكنيكال اناليسز. قبل ما نبتدي التكنيكال اناليسز بتاعنا هوريكو تشارت موجودة على تريدينج فيو. التشارت دي بتتكلم على الوايكوف اكيوميليشن، بمعنى احنا كان في الفترة اللي فاتت دي جالنا لمسة للـ $28,000. اوكي، وفي كلام بيقول ان احنا هنا دي اللمسة التانية بتاعت الـ $28,000 اللي المفروض ان احنا هنلمسها النهاردة او بكرة، وفي كلام تاني بيقول ان احنا هنا، احنا خلاص لمسنا اللمستين، وان احنا دلوقتي اللمسة اللي احنا فيها دي هنا اول واحدة في الـ LPS. يعني دي very bullish chart بتقول ان احنا على شعرة، ويا جماعة فعلا الكلام ده احنا فعلا على شعرة. بيتكوين لو كسر الـ $28,000 ووقع، that's it، يا رب يوصل ل 25 24 23، المهم انه ما ينزلش عن الـ all time high اللي فات اللي هو $20,000 او $19,000. ممكن ينزل يلمس الـ $21,000 ويرجع يطلع تاني للـ 100,000، وممكن اللمسة الـ 28 اللي جاية دي تبقى هي دي طالعة للـ 100,000. هو ده الشارت ده بيقول كده، بيقولوا ان اللمستين للـ 28 ونطلع للـ 100,000
اهو حتى العنوان بتاعها الطريق الى $100,000. الشارت اللي بعد كده بتثبت انه لازم نوصل ل $28,000، $28,000 600 كمان. هنشوف احنا في التكنيكال اناليسس بتاعنا السعر اللي انا متوقعه ان المفروض بيتكوين ما ينزلش عنه، بس هو مش هيفرق كتير عن $28,000، يزيد كسور او ينزل كسور، وطبعا ينزل كسور وحشه المفروض ان هو يبقى $28,000 او يطلع كسور. اوكي، بالنسبه لفيمكس استعمل اللينك بتاعنا اللي موجود تحت، يدولك $100 هديه ممكن تعمل بيها تداول زي ما انت عايز. بالنسبه للتريد بتاعي في الوقت الحالي مش هخبي عليكم، التريد بتاعي متنيل بنيله، حتى في الفيز ابتدوا يدوني فلوس لان انا فاتح لونج والناس كلها فاتحه شورت، فابتدوا يدوني فلوس اهو، ابتدوا يدوني $3 مكسب على البوزيشن اللي انا فاتحه ده، اللي هو الولد المجنون ده اللي فاتح لونج ده، يا جماعه ادوا له شويه فلوس. اني هاو انا كبرت البوزيشن بتاعي، انا حاطط $570 مضروبين في 10 محسوبين $6,000، حطيت فلوس زياده عشان حسنت الانتري بوينت بتاعتي اللي هي الدخله بتاعتي، حسنتها الدخله بتاعتي بقت 31,400. يعني لو بيتكوين عمل باونس من هنا التريد ده هيكسبني كويس قوي قوي قوي، ممكن اكسب منه لغايه 300% الفلوس اللي انا حطيتها، $500 في 300%. اوكي، الليكويديشن برايس بتاعي 28,700، وهو ده السعر اللي انا متوقع انه بيتكوين لو وقع عنه. كل سنه وانتم طيبين، هنشوف 25 و23 و22 و21. طيب دكتور احمد اعمل ايه في الفتره دي؟ انت عمال تقول لي انه بيتكوين دلوقتي ممكن ينط من السعر اللي احنا فيه ده، وبتنصح ان انا اشتري. طب افرض انا اشتريت وبعد ما اشتريت نزل ل $21,000، اشتري زياده. عشان كده يا جماعه انا بنصح الناس، معاك $100,000 وعايز تخش في البيتكوين ما تخشش فيهم مره واحده، حط النهارده $10,000، ولما ينزل ل 20 ل 21 ل 24 23 حط خمسه كمان، استقر وابتدى يطلع تاني الحق حط خمسه كمان قبل ما يكسر ال 30، وهكذا. معاك $1,000 اشتريهم ميات، 100 و100 و100 و100، او ريح راسك اعمل اوتوماتيك بيمنت. في بعض المحافظ فيها حاجه اسمها اوتوماتيك بيمنت، يعني انا بعض المحافظ بتاعتي مخليها تشتري لي مبلغ معين كل 3، ماليش دعوه بالسوق، كانها بتحوش لي. انت حط مبلغ صغير ان شاء الله يكون $10، ان شاء الله يكونوا $20 كل اسبوع، كل اسبوعين، كل شهر، وانسى السوق. او تعمل زي ما انا بقول لك عليه، ديب اشتري. يا جماعه انا اشتريت امبارح دي ديب، النهارده دي ديب، بس انا النهارده معيش فلوس اشتري لان انا اشتريت امبارح، خلاص هستنى، I will wait. اوكي، معيش فلوس زياده ان انا اشتري، اتس اوكي، هولد، ما تبيعش. عمرك ما هتخسر غير لو بعت، لو فضلت ماسك العمله دي 3 4 سنين 5 سنين هتكسب. يا جماعه هو السوق ده كده، زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، سنة طالع سنتين ثلاثة نازل، سنة طالع أكتر من السنة الأولانية سنتين ثلاثة نازل، وهكذا. فإحنا سنتين ثلاثة نازل هنستنى، لو معناش فلوس ربنا رزقنا بشوية فلوس أقوم محولها على خفيف، لقيت دب بدمها خفيف أقوم محولها، and so on. This is how you invest. أوكي، نرجع تاني بقى للتريد. فانا في الوقت الحالي ماينس 60% من المبلغ اللي انا حاطه، ماينس $300. انا عامل على الليكويديشن برايس بتاعي انه يشتري زياده. انا برضو مستر بيتكوين، او بمعنى صح انا دكتور بيتكوين، انا ما بخش الشورتس، انا بخش لونجز بس. فانا متفائل ومتوقع، لان احنا بقالنا كتير قوي بنقع، فانا متفائل ومتوقع انه هيحصل باونس ان شاء الله يا رب. اشتري على الليكويديشن برايس زي ما انتم شايفين، انا حاطط $6,000، هشتري على الليكويديشن برايس بتاعي ب $4,000. معنى كده انه هينزل السعر اللي انا دخلت بيه ويديني ليكويديشن برايس جديد، هحط انذر باي اوردر على الليكويديشن برايس جديد، وهفضل اشحن 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 ان شاء الله لغايه ما يستقر ويبتدي يطلع. اوكي، طبعا دي تريدنج ستاتستيك، انا بتريد كده، انا ما بقولكش تعمل كده، لان انت برضو انا في تريداية عملت فيها كده خسرتني $6,000، فهي مش دايما بتظبط، مش دايما okay. انت فكر في التكنيك بتاعك، فكر في الاسلوب اللي انت عايز تتريد فيه وتريد بيه. يعني في ناس تانية قبل الليكويديشن برايس بتحط ستوب لوس،
يعني في ناس ممكن تبقى يعني موافقة ان هي تخسر $300 بس ما تخسرش فلوسها كلها، خلاص تقفل البوزيشن ده على دلوقتي وتبتدي تخش شورت زي ما السوق دلوقتي كله داخل شورت. So you need to find الاستراتيجية بتاعتك في التريدينج وتتريد على مسؤوليتك ايه الشخصية بس. فأنا متفائل إن شاء الله إنه التريد ده ما ينزلش عن $28,000 ونبتدي نطلع بعد كده. أوكي، زي ما أنتم شايفين الترند لاين اللي أنا رسمه ده كل شمعة من دول شهر. أنا شايف إن إحنا مش في مأساة، إنما لو عملنا زوم بيتكوين ممكن يعمل ريكفري من الفيباناتشي ريتريسمنت من الخط ده اللي هو $27,000 هنقول، و200 يعني هنقول $28,000، انا هخليه $28,000، ممكن يعمل باونس جامده جدا من $28,000 ونبتدي بقى نخش في البول ماركت ونبتدي نوصل لل 100,000 ولل 120,000. الترند لاين زي ما انتم شايفين الخط اللي انا رسمه ده على شعره على شعره، ولو رجعنا تاني بالتاريخ هنشوف انه بتحصل عادي في بول ماركت ان احنا نشوف a few red candles قبل ما نكمل، انما لو زادوا يعني انا متوقع انه الشمعة الجديدة اللي هتفتح بتاعت الشهر الجاي لو فضلت حمراء يبقى احنا هنخش خلاص في بير ماركت، وابتدت اصلا الاولويات بتقول انه احنا ابتدينا خلاص البير ماركت، بس البيتكوين هولدرز مقوحين مش عايزين يصدقوا او يرضوا بالواقع. اوكي، ده بالنسبة للتكنيكال اناليسس بتاعنا على السريع. لو دخلنا على الوان داي تشارت وشلنا اللوغاريتميك هنلاقي انه البولنجر بانز برضو عمالة تقرب من بعض. البولنجر بانز اللي احنا اتكلمنا عليهم ده سوري الاي ام اي ريبن اللي هي الخطوط دي شايفين عمال تقرب من بعض، وفي نفس الوقت الار اس اي هنا تحت على اخره، الار اس اي تحت هنا على اخره، وشوفوا لمس مرة والتانية والتالتة، بقالنا كتير قوي ما طلعناش فوق الار اس اي، فحان الوقت ان احنا نطلع فوق الار اس اي. هتقرب الخطوط دي من بعض ان شاء الله وهتتقلب ونرجع نطلع تاني باي بيتكوين. بيتكوين از نوت جوينج اني وير، بيتكوين از ا فيروس. اشتريه لو نزل ل 28، اشتريه النهارده، اشتريه بعد اسبوع، افضل اشتري وحوش. ويا هي دي النصيحه اللي انا بنصح بيها كل الناس وكل المشاهدين بتوع القناه دي. Thank you ladies and gentlemen، شكرا ان انت اتفرجت الحلقة لغاية الاخر. Thank you for the subscription with support. Thank you على اللايكس. ان شاء الله I see you in the next one، وزي ما تعودنا دايما في كل حلقاتنا. Bye.